عسلامة مسيو. السلام عليكم أختي. لاباس عليك. والله الحمد لله، واحد ديما متفائل يضحك فرحان، مسلم يصلي والحمد لله. معناتها قد من روحك؟ عبد الله اسمي صبي بوقبل، عمر 41 سنة، أعزب بطبيعة، فهمني. حبيت نحكي على تجربة فريمون بالكورونا، معناتها مش مبين معناتها قمة المكر والدهاء، معناتها نتاع رجال أعمال وكيفاش الدنيا كل مباعة، ما فهمتش. جات الكورونا عارفنا معناتها ما فلتش الفرصة، يمشي يجيب لنا بي في من التفقدية، يقول فيه راهو الشركة باش تفلس وراهو ما عندناش وما نكسبوش وما عادش عندنا خدم، فهمني. أنا واحد من الناس ما تعديتش عليه الحيلة، عارفها معناتها ماهيش صحيحة، ومتأكد عنده خدم ما شاء الله. في الآخر خرج 120 مترسم و 250 كونتراكتوال وفرغ المعمل، عاد مدة 6 شهور القانونية اللي هي يلزمك تخرج فيها المترسم بلاصتو فارغة، معناتها من جوان 2020 حتى دوبي جانفي 2021، وكي خرجها جاب لنا بي في متفقدية، ما فهمش كيفاش عطاته تفقدية وباش يفلس في، فهمني، مدة 6 شهور. من بعد في جانفي ولا فيفري 2021 يدخل لك 400 واحد على المقاول في بلاصة المترسمين، فهمني، والخدمة داز عليه ليل ونهار، وتوا وصلت 450 واحد على المقاول و60 جنراسيون المترسمين. وانا اكدت حبيت نقعد نخدم، لا برمشي روح بالسيف، لا باش نقعد نخدم، وتوا عندي شكايه في المحكمه ودوسي راقد، فهمني، ونجري في القضاء، ما فهمتش كيفاش الدوسي باش يتحرك، ونهدد باش نمشي نقصر قرطاج بيت دوسيات ما عمش تتحرك في المحاكم، وكشواش يمشي فيه ويجيبه. معناتها بلاد هذه حس ما شفت بلاد رجال اعمال، الشباب الكل هج، فهمني، توا الفاميليا نشوف الغرايب. شنو هو الهدف الساعة من خروجكم انتوما؟ الهدف حاب يجيبوا المقاول، عاد تغطية صحية، لا عاد سي ان اس اس، لا عاد خلي سامبول اللي بات فيه كيفاش تفقدية، عطاته ورقة للشركة باش تفلس، واجبرونا خذ هبوطه برا، وانا اصريت باش ما نخرجش. خديت هبوطك ولا؟ خديت هبوط وعديت قضية المحكمة، عاد مجلس تأديب. عندك شهرية وقت قبل كورونا كان ناخذ في 1550 دينار، صبحت في الاخر ماكش خارج مجلس تهديب، عندي ثلاثه ولا اربعه تهم، وعاد المنفذ برا روح بالسيف، وعديت قضيه المحكمه، والخدمه تاو تخدم اون بلان اكسبونسيون، مرشيه داز العجله، اما يحبوا على المقاول في اي وقت يطردك، لا ترسيم لا زيادات لا بريمات، فهمني. كي طردونا معناتها جابوا المناوله، هذا شيء معناتها مؤسف، رجعنا المناوله، لا فهمني، برا وروحوا بالسيف، الخدمه عندهم ليل ونهار، وصبحت الخدمه على المقاول، لا عندك حق لا في ترسيم لا حتى في بلادك، تحب تاخذ قرض داخل دار ما عندكش الحق، فهمني، ولا لا كونجيات ولا سي ان اس اس، في لحظه تغلط غلطه بالروح تغيب بالروح، ما عندك عبيد، ريت عبوديه، هذه المناوله في تونس عبوديه، والنتيجه العباد صحيح تخدم مش باش يقعد في بلاده يعمرها، لا يخدم باش يلم الفلوس يهاجر لبرا، باش يلم فلوس باش يطلع لبرا، فهمني، والنتيجه حتى الوالدين هذا نشوف فيهم توا فاميليات، الاولاد يتلزوا باش يهاجروا خاطر من البطاله في تونس ومن العنصريه هذه، البو تلقاه ساكن في كراج، ساكن في كراج، الام تلقاه عند خوها، هذا شوفوا فيه في الفاميليا في الاطار العائلي نتاعنا، فهمني، والله شيء مؤسف معناتها، حتى بجيش تعمل خير ولاده وينهم؟ ولاده يلوحوا والديهم يمشيوا عليه خاطر يصبحوا بطاله، فهمني، هذا راهو مش عادي، وكيما حكيت لك بلادنا هذه نتاع رجال اعمال ماهيش تاع الشعب. يعني اليوم الانسان اللي يخدم في وظيفه ومترسم ماهوش ضامن بلاصته. ماهوش ضامن بلاصته. فهمني، وما فهمتش حتى كي وصلوا خرجوا معناتها قبل كان عندنا نقابه، خرجوه بالحديد والنار، مش مفدلك راه بالحديد والنار مش لعبه، خرجوهم ومن بعد استفردوا بينا خدامه معمل كامل برا وروحوا بالسيف. قداش خدمه سمح لي؟ بعد 8 سنين، وفوق من ذلك بعد ما خرجت شده برت خدمه خلطوا عليها الخدمه جديده، اجت ناصر على القضيه نتاع الشركه اللي كنت تخدم فيها 8 سنين، فهمني، رسات لي معناها ما تاخذش هبوطك. مش ما تاخذش هبوطك، انت تصح منا على قالوا لي جيب لنا التزام بالتنازل على القضيه، شوف المافيات نتاع رجال الاعمال. اصريت ما نجيب حتى التزام، لقيت روحي على برا، وانا هكا وانا اكد على برا، سواء باش يخرجوني على برا سواء على برا في الخدمه الجديده. عملت فيها عام خرجوني 2021، ولا شنو؟ سواء التزام جبت ولا مشكل التزام باش يخرجوك، رسات لي بعثت على الشركه الجمله دومين، مشيت هربت دومين واحد اخر ونخدم فيه تو الحمد لله، اما مشكل عاده ماش كما قبل، فهمني. حاجات بدلت. نخدم في شركه تونسيه على الحديده كيف كيف، حتى هذه ما ترسمش. دخل الشهري اقل. بالطبيعه دخل الشهري اقل، فهمني. يمكن على الشركه زاد فيه في زاد كيف كيف هالمناوله، بالله المناوله نحاها من تونس. واكثر ضحيه في الشركه نشوف فيها المناوله هما النساء. النساء الكل يخدموا فيهم على المقاول، الرجال هزت روحها وروحت هجت من البلاد، كما تو انا مشيت السفر باش نمشي ناخذ اوراق هجره لكندا، يلزمني نخرج لبرا باش نكمل هنا باش نكمل نتعب اكثر واكثرين. بالنسبه للعباد اللي خرجوا معك اكيد فما عباد معرسين عندهم عائلات يصرفوا عليهم.
عندهم عائلات، عملوا مشروع الاولاني كلهم بعد 8 سنين وتسع سنين خدمه وعشر سنين ترسيم، صبحوا عاملين نصبوا متاع غله وخضره 6 شهور ومن بعد هربوا الكل لكندا، خلوا ديارهم وعائلاتهم واولادهم وهاجروا. احسن مشروع عملوا هذا. احكي لنا على المجال اللي كنت تخدم فيه وخرجت. كنت نخدم في شركه تركيب هيكل طائرات في المغيره. وصلت مره وقفت ستوب عاون امني كادر يحكي لي، قال لي راه المشروع هذا الضخم تاع تركيب هيكل الطائرات نحبوه على اللي على المقاول رجال اعمال. جاوبته قلت له ترضى ولدك يخدم على المقاول لا ترسيم لا شيء؟ سكت. قال لي ما قلتش ما حبش. ولد الناس بيسالش ولدك ليه؟ بالله هذا كان فما بالحق رئيس قيس سعيد يحكي بروحه رئيس واحد ويحارب الفساد، حارب المناوله عند رجال الاعمال. وينك اخوي؟ ورينا نحينا هالمناوله من البلاد اخوي. فهمني؟ مناوله لا ترسيم لا مستقبل لا فما عاد شيء، تاع تصلح كان بالرجال الاعمال اكهو. المواطن التونسي ما عنده حتى قدر. وملاحظه حتى شريك اختفت تو والله فريمون، المراه زاد ما عندها حتى حق وما عندها الود. فيش ترسيم هذه؟ شوف يتلس باش يرسم. باش نحكي لك كاس صارت قدامي. فما واحد وصل لأربع سنين. ليسونس ابليكي وشيف ديكيب وواحد قال له باش ترسمني ليه؟ قال له مش مرسمك. يا خويا ربي يسالك طردوا قبل 4 سنين. تنشر الخبر خلطت العدلية 30 استقالة فولونتير، رجال تكنيسانات وليسونس ابليكي هزوا رواحهم وراهم. الشمال عرفنا رسم 15 واحد باش يعمل فرا لك الفليم تاع الاستقالات. فرا وفعلا نجحك الاستقالات حبست شوي. أما مونتو بارونتيز ما رسم حتى امراة. الشركة هذه فيها عندي قريب العامين تو، حتى امراة ما رسمها وذاك عليه والله يسخفوني نساء ساعات كيفاش ما عليه ما ترسمهاش امراة هذيك اش بها؟ ما عندهاش حق تترسم، ما كي ترسم تولي تعرس وربي عينيها وفهمني وتخدم روحها وما عندها حق في داره وحياتها تتحسن. فهمني؟ معناتها رجال الاعمال يغزروا كل رواحهم ولا مصلحتهم. وعلى فكرة وزت الشركة اللي نخدم فيها تو مثلا مهندسين عطاو استقالات مقعد رسمك تو. لا ما ترسمنيش، لا رسم لا ويهرب علي. كيف كيف؟ كيف كيف نرجع الموضوع معناتها في شركات كبار مشاريع ضخمه كما في المغيره تركيب هيكل طائرات يحبوه مع المناوله يا بنتي راه مش معقول راه هو باش نمشوا نخدموا مش نهجوا لبرا نهجوا راه كي نحكي لك راه 200 واحد راه خذاها هجره لفرنسا وكندا راه مش عادي راه ناس تطير تيران في مخاخه جنون نتاع خدمه معناتها تكنيسانيات وصلوا حطوهم في ديبوست عند ديزانجينيور صباح في كندا وصباح في فرنسا وصباح في المانيا وصباح اللي كان هنا في بلاده يبات يرقد في بلاده ويخلص معناتها 1500 دينار دخل محترم هذا 2020 و2019 وكما قلت بالله قيس سعيد كان يحكي بروحه رئيس بالحق حارب الفساد او الفساد حاربوا المناوله في البلاد اللي عاملينها رجال اعمال باش يغطوا على لامبو باش يغطوا على التغطيه الصحيه باش يغطوا على الاجرام نتاعهم ما عندك الحق في حتى شيء تخدم وتروح هذيك هي المناوله. نخلي لك كلمه الختام. خدمة الختام نوجه التحية للشعب التونسي. الشعب التونسي. وإن شاء الله البلاد من حسن لما أحسن. إن شاء الله. فهمني؟ وإن شاء الله تنحى الفساد هذا اللي مستحيل كان يتنحى لأنه مافيات نتاع رجال أعمال هنا في البلاد. فهمني؟ يتحكموا في كل شيء ويدوروا في كل شيء. وربي تستر العاقبة وربي يرحمنا وكاو. آمين يا ربي.